اهلا وسهلا، ازيكم ومكملين وطلعين معانا الرحله الجميله اللي احنا فيها. هدفنا الوصول الى الاحسان، ندخل احنا واللي بيشوفونا ليله القدر ان شاء الله ان نعبد الله كانك تراه، زي ما النبي قال: فان لم تكن تراه فانه يراك، موجود معاك وحاضر معاك في كل جزئيات حياتك. من كتر ما انت بتعبد الله كانك تراه تبدا طريقه حياتك كلها قايمه على الاحسان، فيتحول الاحسان مع الله، مع الناس حسن الخلق، مع الحياة إحسان العمل يعني إتقان وإبداع، فيبقى الإحسان ثلاثي الأبعاد 3 dimension، واخدك من كل حتة. الحقيقة يا جماعة ده مش كلامي، يعني اللي يرجع للقرآن تجد في حاجة غريبة جدا عن الإحسان في القرآن. كل ما يجي حاجة في الدنيا، حاجات الدنيا، يقوم حطتها في الإحسان، كأنه عايز يقولك إيه، الإحسان لايف ستايل، الإحسان طريقة حياة. فكل حاجة في الدنيا يقولك اعملها بإحسان. يلا نعد مع بعض: وبالوالدين إحسانا. عمرنا ما خدنا بالنا. ده هو بيقولك يعني ايه وبالوالدين إحسانا؟ احلى حاجة عندك، ما هو الإحسان من الحسن، من الجمال، تطلع احلى ما عندك. طيب ها، تعالوا كمان تاني: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى لما تسمع اي حاجة دور على احسن حاجة تسمعها. طيب ها، نقول كمان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى لما توقف في موقف فيه عصبية خليك من المحسنين. طب لما نيجي نتكلم: وقولوا للناس حسنا. إيه ده، أطلع لكم الآيات؟ أنا ممكن أقعد معكم البكرة يعني، أصل كمية آيات كتيرة جدا. طب الجدال، حتى الجدل: وجادلهم بالتي هي أحسن. طب حتى الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إيه ده، إيه ده، إيه ده، مش بقولك لايف ستايل؟ يعني ربنا عايز يقول لنا ايه؟ تعرفوا تعيشوا في الدنيا بالاحسان في كل التفاصيل، حتى في الجدل، حتى في الطلاق، طلقها باحسان، بجمال، برحمه، عشان ولادك. هو احنا زي ما كناش فاهمين دينا كده؟ ده الاحسان، ده الاحسان مئات الايات في القران بالطريقه دي. نريد أن نصل للإحسان في رحلتنا دي، والناس اللي معانا بيشوفونا، فقلنا هنوصل للإحسان بالذكر وبأسماء الله الحسنى. اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى، اسم جميل، اسم الله النور. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. أما اسم جميل لو فكرنا فيه وعشنا فيه. هحط قدامكم دلوقتي 4 أزايز فيها مواد كيميائية، ومش كاتب على ولا أزازة هي مكتوب عليها إيه. فدي إزازة فيها يعني عطر أو عطور أو بيرفيوم أو كلونيا، ودي إزازة فيها مية نار، ودي في إزازة فيها مادة قبل الانفجار، ودي إزازة فيها عصير، وانت مش عارف الأربعة من بعض. مش مكتوب عليهم يحصل لك إيه؟ يحصل لك كوارث يعني. ممكن تاخد تيجي تشرب العصير تبص تلاقي مية نار، حاجة قاسية جدا. لكن لو حطيت على كل إزازة منهم هي عبارة عن إيه، يحصل إيه؟ نور. لكن لو حطيت على كل إزازة منهم اسمها، خلاص نور الموضوع، خلص الموضوع. شفت المثل البسيط ده؟ ربنا بقى الكون اللي قدامك ده كله يافطة كبيرة ملزوق عليها كلمة صنع الله عشان ينور. بصوا حواليك كده: والله لولا نور الله لما كانت السماوات والأرض ولعشنا في ظلام. بس اسم الله النور، فكر في الكلمة دي: الله نور السماوات والأرض. من غير نور الله، اوعى تفتكر ان الشمس اللي منوره، خليك افهم صح، الشمس دي من خلقه، ده هو اللي قال لها نوري كن فيكون وزل فيزول يوم القيامه، زي ما قال كن فيكون يقول ايه، زل فيزول. الله نور السماوات والأرض. يا سلام، مين اللي ابدع فكره النور؟ يعني حد اخترع النور؟ في حد اخترع الكاميرا، لكن حد اخترع النور؟ الذي أبدع النور هو الله. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إيه ده، ده كمان بيتكلم على نور القلب. إيه ده ربنا بيتكلم: الله نور السماوات والأرض، من غيري كانت هتبقى الكون كله ظلمة. وبيتكلم، لا ده هو بيتكلم على بصر وبصيرة، ده النور نوعين، نوع بصر ونوع بصيرة، نور عين ونور قلب، والاثنين من الله. الله. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل، حلو يا عاصم، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لأن في واحد نظره 6/6 لكن بصيرته 0.
وفي واحد ما بيشوفش لكن قلبه 6/6. يبقى من الذي ينير الاثنين؟ يا جماعة احنا مالناش عيشة الا بالله. الحمد لله ان ربنا من اسماء النور، كنا عشنا بضلمة. يا محمد انا عايزك تتخيل لو الحياة كلها كانت ضلمة. ابراهيم تخيل لو مفيش نور كانت الدنيا تبقى عاملة ازاي؟ تخيل لو انت عايش عمرك كله في غرفة مظلمة، او تخيل ان نور العين كله حواليك وقلبك اسود. تحسي حجر، لا ايمان ولا رحمه بمراتك ولا باهلك ولا بعيالك. اللي منور الكون هو الله، واللي منور القلوب هو الله. زمان كانوا فاكرين ان العين بتشوف ازاي، ان العين بيطلع منها شعاع فبتشوف الاشياء، لغايه ما جه ابن سينا العالم العربي المسلم العظيم وهو قال لهم النظريه دي غلط، لو كده صح كنا شفنا في الضلمه. قال لهم لا، ده اكيد في مصدر للنور يصدر منه الاشعاع على الشيء فالعين تعرف تشوف، ينعكس فالعين تشوف الانعكاس. مين مصدر النور اللي بيه شافت العيون في الكون كلها؟ الله نور السماوات والارض. اعمل ايه مع اسم الله النور؟ قل له يا رب يلي نورت الكون نور قلبي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قل يا رب نور لي قلبي، نور لي طريقي. أصل خلي بالك، هو من الإنارة مش بس إن قلبك يبقى مؤمن، إنك تعرف تعمل الخطوة دي ولا لأ، أتجوز فلان ولا ما أتجوزوش، أسافر البعثة دي ولا ما أسافرهاش، أشتغل في الشركة دي ولا ما أشتغلش، أفتح البيزنس ده ولا بلاش أفتح الشركة دي دلوقتي، أعمل العمل ده ولا ما أعملوش. ده محتاج نور. توصينا بإيه؟ أوصيكم إن لازم دعاء النور يبقى موجود في حياتكم كل يوم، كلمة الدعاء بكلمة النور. وحوصيكم بثلاث أدعية واكتبوها عندكم، والناس اللي بتشوفنا تكتبها عنده. الدعاء الأولاني دعاء النبي وهو رايح الصلاة كل يوم، يعني بيقوله 5 مرات في اليوم. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي وجهي نورا، وفي لساني نورا، وفي عيني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، نور لي كل الاتجاهات، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. بيقولوا النبي بيقولوا 5 مرات كل يوم. النور مهم قوي في حياتك، عشان تعرفي قد ايه مهم. تخيلي انك عايشه في اوضه ضلمه، تخيلي لو ما فيش شمس. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه. في دول الاسكندنافيه، في السويد وفنلندا، بيقعدوا 6 أشهر في السنة الشمس بتطلع من 12 الظهر ل 2 الظهر. أنا رحتها في الوقت ده، الشمس تطلع 12 الظهر، تصلي الفجر الساعة 10 الصبح، الشمس 12 الظهر، المغرب 2 الظهر. أما حياتي، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ فكمان لما تتخيلي الصورة دي تخيلي قلبك بقى وحياتك، وعايزة الاختيارات في الحياة. يا جماعة لازم أدعية النور، 3 أدعية. الدعاء الأولاني اللهم اجعل من أمامي نورا، ومن اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي عيني نورا، وفي وجهي نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ومن أمامي ومن خلفي. الدعاء الثاني دعاء في القرآن، وأدعية القرآن فيها أسرار يا جماعة، ادعوا بيها. ده ربنا من ملايين الأدعية اللي دعت بيها البشرية من ساعة آدم لغاية يوم القيامة، اختار 40-50 دعوة، هم حوالي 40 دعوة، خلدهم في كتاب يبقى فيهم سر. إيه الدعوة؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كل ما تبقي داخلة على حاجة مهمة في الحياة، مقابلة، انترفيو مهم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الدعوة الثالثة أحد أدعية الصالحين، وأنا من كتر ما حبيتها بقيت أنا كل يوم بدعي بها. اللهم املأ قلبي نورا وإيمانا ويقينا ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. إن شاء الله تقولي نورا بس، لكن لازم النور في دعائك كل يوم. أنت محتاج للنور، محتاج تعيش بالنور. طيب بصوا حواليكوا كده، شايفين
الله نور السماوات والأرض منعكس إزاي على كل حاجة، كأن كل تفصيلة. لا بالله عليكم قلبوا عيونكم، والناس اللي بيشوفونا لفوا معانا كده مع الكاميرا وهي بتستعرض الكون من حوالينا. تخيل كل ذرة حواليك منورة مكتوب عليها الله نور السماوات. يا الله أنا شايف الشجرة 40 اللي هناك دي، أهي كأن مكتوب عليها صنع الله نور السماوات والأرض. شايف البحر اللي وراك؟ بص السحابة اللي فوق دي. يا ترى قلبك إيه هنا؟ يا ترى محمد قلبك منور بنور الله؟ إزاي ينور بنور الله؟ الذكر. كل عبادة من العبادات لها شغلة، شغلة الذكر ينور لك قلبك ويحيي بقية العبادات، يخلي فيها روح. الذكر يا جماعة، الذكر يا تسنيم، الذكر يا إبراهيم، يا ناس اللي بتشوفونا، الذكر هو اللي حينور قلبك ويخلي ربنا ينور لك اختياراتك. لكن الحقيقة الآية بتاعت الله نور السماوات والأرض، تعالوا نتأملها كده شوية. بص الآية بتقول إيه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. مش فهم، فهمتي حاجة هنا؟ مش فهم، أقولي الحقيقة مش فهم. فهمت يا إبراهيم؟ ما فهمتش. مثل نور ربنا عامل إزاي عشان تعرفوا قد إيه النور دون مال الكون؟ أم ضرب لنا مثل على قدنا، على قد الإنسان البسيط، كمشكاة. المشكاة تجويف في الحيطة عشان يجمع النور، عشان يعمل فوكس. كمشكاة، المشكاة إيه لوحدها كده؟ لأ، جواها مصباح. يا سلام، ده شكلها هتنور جامد قوي. المصباح دون مش مصباح عادي، لأ، المصباح عشان نحافظ عليه محطوط جوه زجاجة، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الإزازة من كتر ما هي بتلمع كأنها كوكب دري، كأنه كوكب كبير الأرض منورة. تخيلي لو كوكب الأرض محطوط في مشكاة جوه إزازة، إيه ده؟ إيه المثل ده؟ المصباح في زجاجة، الزجاجة بتلمع كأنها كوكب دري، كويس؟ كأنه كوكب دري. طب وحيتولع الزيت بتاعه جاي من إيه؟ يوقد من شجرة مباركة، شجرة الزيتون، أقوى زيت بيضيء. شجرة الزيتون جنبنا، شجرة الزيتون دي ده علمياً أقوى زيت يخلي الإضاءة تطلع، زيت الزيتون. طب وشجرة الزيتون اللي هناخد منها الزيت اللي يولع المصباح اللي كأنه كوكب دري دون، محطوطة فين؟ في حتة ما بيجيلهاش النور، زيتونة لا شرقية ولا غربية، في الوسط، فالشمس بتجيلها من كل حتة، مش على جنب في ناحية الشرق ولا في ناحية الغرب، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هو فعلا زيت الزيتون يضيء ولو لم تمسسه نار؟ ايه كل الأنوار اللي فوق بعضها؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهمتي؟ فهمتي الآية عاملة ازاي؟ كمية أنوار، مشكاة وبعدين فيها مصباح، وبعدين المصباح عنده إزازة، والإزازة بتلمع كأنها كوكب دري، والزيت اللي بيولع جاي منين؟ جاي من شجرة الزيتون اللي هي مش محطوطة على جنب، اللي هي لا شرقية. طبقات من النور، نور على نور، كذلك القلب يهدي الله لنوره من يشاء. إيه ده كان بيكلمنا على الإزازة، إيه اللي جاب القلب؟ ما هي هي، جسمك هو المصباح وقلبك هو الزجاجة. يا ترى، يا ترى الزجاجة بتلمع كأنها كوكب دري بتقوى الله، والشجرة اللي هيجي منها زيت أسماء الله الحسنى. طب والزيت اللي زي زيت الزيتون ذكر الله، ساعتها يهدي الله لنوره من يشاء. عمركم فهمتوها كده؟ لا، أول مرة. اسم الله النور، املى عينيك، املى عينيك والله. بصوا حواليكوا يا جماعه، انسوني وما تبصوش عليا، املى عينيك وقول يا نور السماوات والارض نور قلبي. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي وجهي نورا، وفي عيني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم اجعل لي نورا. قولوا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. قولوا اللهم املأ قلبي نورا وإيمانا ويقينا وإخلاصا وتسليما ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين.
This trip was presented to me as an opportunity. I came across it through a friend. I was drawn to it, first of all, because it was in Spain. Hello. So just the opportunity to travel was good. But also just having the chance to take time for myself, away from any distractions, commitments, responsibilities. It's kind of a luxury these days to have that time. So I thought, I'm never going to get this chance again to have a week to myself to just, think about my relationship with God and, speak to Him quietly without any interruptions. So that is kind of how this trip came to be. Of course, I'm the kind of person who's always open to new experiences, and I like to try new things. That's, I think, one of the things that really defines me. I just like to throw myself into the unknown. So that is also a side that appealed to me. طب احنا دلوقتي عشنا مع بعض ايام بنذكر ربنا وبنذكر بالليل وبنذكر بالنهار، بنذكر في الاوقات اللي فيها كاميرا وبنذكر لوحدينا بالليل، لان احنا عايشين رحله روحيه مش عشان التصوير، عشان احنا عايزين نعيش مع ربنا وطالعين الرحله دي لله. الذكر اللي احنا بنقوله عمل معاكم ايه؟ ايه اللي حاصل فيكم دلوقتي؟ الذكر اثره ايه فيك؟ مين يقول؟ أنا الذكر اللي هو بعد الفجر، أنا أول مرة لسه بادئ ذكر في الرحلة دي، كنتش بذكر قبل كده غير ممكن مرة في الشهر أو كده. فاللي هو بعد الفجر أول حاجة بحس بسلام وأنا بذكر، وتاني حاجة إن هو بيديني طاقة بقى بقية اليوم. ممكن بعد الفجر خلاص أبدأ بقى يومي، ممكن أبدأ بالرياضة أو بأي حاجة، خلاص بيومي بيبدأ وأنا فايق، مش اللي هو عايز. غيرت يا إبراهيم؟ الذكر غير فيك حاجة؟ الذكر غير فيا، بس بحس بطاقة طول اليوم، طاقة إيجابية. علاقتك بربنا اتغيرت يا إبراهيم؟ بقت علاقتي بربنا أحسن، حسيت إن أنا قربت من ربنا أكتر، وأنا بصلي بيكون ليها معنى أكتر من الأول. صلاتك أحلوت يا إبراهيم؟ آه. مين يقول تاني يا جماعة؟ أنا حاسة من ساعة ما بدأت ذكر براحة نفسية، وحاسة إن دلوقتي لما باجي أدعي ربنا إن ربنا سامعني. مستريحة أكتر يعني؟ رغم البرد اللي إحنا فيه والجو الصعب اللي إحنا فيه؟ حاسة براحة نفسية. حلو أوي. أنا الذكر دايماً بيحسسني إن أنا مش لوحدي، في كل وقت معايا ربنا، وأنا سايق معايا ربنا. حصل مشكلة ألاقي نفسي بدور، عايز أذكر، ما أنا لوحدي مش قادر، فدايماً عايز معايا قوة دافعة في كل وقت. فحاسس الذكر دايما بيحسسني بكده، ان انا مش لوحدي. وهو معكم اينما كنتم يا دكتور. فعلا الايه دي بتحسسني دايما ان انا لما بذكر ربنا زي محمد بيقول كده، الموضوع مختلف، اللي انت بتبقى اقرب لربنا، اللي انت بيكشف عنك الغمه يا دكتور. ايه اللي اتغير فيك يا عاصم مع الذكر؟ اللي اتغير فيها مع الذكر اكتر حاجه ممكن اكون حاسس ان انا بقيت اهدى وبقيت سيبها على ربنا. موضوع التوكل اللي انا اعمل عليا والباقي على ربنا دي بقت اكتر حاجه حاسس اللي هي تاثرت فيا بالذكر. الموضوع برضه بقيت اهدى، ممكن قبل كده بتعصب من حاجه صغيره زي اي حاجه بسيطه ممكن تعصبني، زي مثلا مفيش شبكه في الموبايل فممكن اتعصب مثلا. بقى لنا 4 ايام مفيش شبكه. مفيش شبكه خالص هنا، بس دلوقتي لا، العادي ما دخل كل حاجه بعداوه. برضو بحس ان لما بدات اذكر، ان دلوقتي لما ببدا يومي بالذكر ان الوقت بقى مبارك اكتر. الوقت بقيت في اليوم ما بحبش اضيع وقت، حاسه ان الوقت بقى فيه بركه كده. جود. بكل صراحه انا لما جيت حاسه انه قلبي كثير تقيل، كانه هذا القلب هو وفي عليه 20,000 شغله، فهو شوي شوي انا حاسه انه حشوف الفائده وححس حالي انه حاس فيها كومبليتلي، كليا انه بعد ما يمر وقت. انا هلا كل شوي عم بيروح شوي من هذا التقل اللي على قلبي، بس انا بعرف حالي انه بعدين لما اقول مرق شهر مرق شهرين، اذا كل يوم كل يوم عن جد عملتها وقلتها، بحس انه خلص لما بقاش احكي مع ربي انه ححس فيه. ممكن تبصوا على المنظر الخرافي اللي ورانا ده؟ سبحان الله. شايف منظر الطيور؟ مش لعل ده من اثار اسم الله النور
الله نور السماوات والأرض، إيه المنظر العجيب ده؟ إيه الشكل؟ إيه سبحان الخالق العظيم؟ سبحان الخالق العظيم، لا إله إلا الله. إيه كمية الطيور الخرافية دي؟ وكأنها بتسبح، كأنها بتدعي، كأنها بتطوف، كأنها في حركة، في حركة عجيبة. أنا ما شفت منظر زي كده قبل كده بالطريقة دي. وكأني ليهم قائد كلهم بيتحركوا حركة واحدة باتفاق واحد، راحوا خلاص. تسنيم، الذكر عمل فيك إيه؟ I think just taking the time to pause to do the dhikr already has been a big change for me, just to take that time, because it forces your mind to stop and think about, you know, your creator. So that is a change, because normally I'm just busy getting on with my day and all the things I have to do. And so I find that that's had a calming effect, and it starts the day off kind of to a good start. أنا الذكر غير فيا حاجات كتيرة قوي. أنا زيك يا إبراهيم، بقيت أهدأ، بقيت أكثر توكلاً زيك يا عاصم. صلاتي حلوت. أنا دايماً صلاة الفجر طول عمرها كانت عندي صعبة، بسبب إن أنا ما بنامش لما بتكون البطارية خلصت على الآخر. أنا دلوقتي بصلي، وحصل في تغييرات في حياتي. أنا أكثر سعادة مع الذكر، أكثر قرباً من ربنا. حتى دعائي حلو، بقيت مبسوط اكتر. الذكر عمل فيه حاجات حلوه قوي قوي في نفسيتي من جوه. انا برضو موضوع الفجر ده كان عندي نفس المشكله دي، واقول لحد مثلا يتصل بيا 40 و50 مره وما اصحاش وكده، بس فعلا مع موضوع الذكر فرق جدا 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 معايا. بتصحى الفجر لوحدي كده بالارم بسيط كده، بصحى الحمد لله يعني. يلا يا جماعة نذكر ربنا مع بعض. خدوا عهد يا جماعة على نفسكم، يا رب أنا بعهدك أنا مش هوقف ذكر، أنا هكمل بعد رمضان. والناس اللي بتشوفنا، خد عهد مع ربنا، إذا كنت بدأت تذكر يا رب ده مش رمضان وبس، أنا هكمل معاك أذكر ربنا. يا جود بالله عليكي بعد ما ترجعي من هنا كملي مع الذكر، حافظي على الورد اليومي كل يوم تلت ساعة يا جود، وحطي لنفسك هدف وتارجت. يا عاصم كل يوم، يا هنا، يا تسنيم، حافظ كل يوم لغاية إمتى؟ لغاية ما تموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عايز أقول لكم، هو الذكر، هو ليه الذكر مهم كده في ديننا؟ ليه موضوع الذكر؟ أنا ما كنتش متخيله إنه هو مهم كده. بصوا يا جماعة، كل عبادة من العبادات لها أثر على القلب. هي ليه العبادات تنوعت؟ مش كان ممكن كل ربنا يخلينا بس هي الصلاة؟ أو هي بس مثلاً لا لا لا، ليه تنوعت العبادات؟ لاختلاف أثر كل عبادة على القلب. فكل عبادة يا هنا لها أثر على القلب غير العبادة التانية. العمرة غير الحج، والحج غير الصدقة، والصلاة غير الصيام، كل حاجة مختلفة. طب إيه الأثر اللي بيعمله الذكر؟ دور الذكر إنه بيبث الروح في كل العبادات التانية. إيه ده؟ أنا ما كنتش فاهمه كده. دور الذكر إن يحول كل العبادات التانية من صور جامدة إلى روح تسري فيها، زي الفرق بين الوردة البلاستيك. بنصلي وخلاص، أدينا بنصلي، بنصوم وخلاص، عادة. يحولها إلى وردة حقيقية، من لوحة تابلو جامدة يحولها إلى حياة. دور الذكر بيحيي العبادات. علشان كده ربنا كل ما تيجي عبادة في القرآن يقول جواها واذكروا الله. إيه ده بجد؟ الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبعدين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وبعدين في آخر الحتم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا ده الحج كله ذكر. طب الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب وإذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ده حتى ربنا قال لسيدنا موسى وأقن الصلاة لذكري. يا جماعة الذكر هو اللي بيحيي بقيت. عايز صيامك يبقى حلو وصلاتك تبقى حلوة وتستمتع بيهم، اذكر الله. روح العبادات هي الذكر. شفتوا الذكر جميل قد ايه؟ عايز صلاتك تحلو، عايز الفجر والصلاة كلها والصيام يحلو، اذكر ربنا كتير. حول عبادتك من شكل جامد روتيني ما فيش فيه روح إلى حاجة مليانة روح بذكر الله. يلا نذكر بالإحساس دون. يلا نذكر وإحنا بنقول سبحان الله وبحمده. يقول النبي، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر زي الريم الأبيض اللي على وش المية. يلا نقول سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله.